علشان يكون عندنا فرصة نقعد مع بقية الشعب. في ترتيلة ايه؟ الأجراس رنت. تاخد قد ايه دي؟ طيب دخلها؟ لا هي طويلة شوية. رنت الأجراس هترن مدة طويلة؟ دقيقتين بس. علشان بس يكون عندنا فرصة نقعد مع الناس نتكلم كلمة مفيدة. قولوا عددين هنا. قولوا كلمة سهلة طريفة خلاص. ده بقول الأجراس رنت رنت. اصل هيحصل مخبطه. ايه يا جماعه؟ ايه ايه القصد؟ ها وين يلا يا مين؟ يلا يا Peter? I see.
الكل يهجم ومش مين الاثنين يتفضلوا الثلاثة هاتوا يقفوا جنب بعض الثلاثة ما تزعقش يا ابني في الكنيسة الكنيسة ما يروح عندكم
أول سؤال تكرر كثيرا، الأخوة بتوع ستيتن أيلاند كل شوية يبعتوا لي جواب. أيوة فا أنا غصب عني الله يعلم لغيت الزيارة اللي كنت هروحها لمعهد فلاديمير الصبح، لغيت الزيارة بتاعت الأرمن هروح لهم في وقت تاني اللي كنت هزورته، منعوني الأطباء من الخروج، كنت باخد أنتيبيوتكس، عملوا لي تحليل دم، عملوا لي كشف أشعة، كل دي كنت في منتهى التعب، والطبيب اللي كان بيعالجني قال لي لو تعبت زيادة هيتحول اللي عندك إلى التهاب رئوي. كل ده ما قدرتش أروح، ولكن العتاب يوم وليلة ويوم وليلة كما لو كنت أنا قاصد ما روحش عندهم. في نفس الوقت ما قدرتش أروح القداس في لونج آيلاند، ومع ذلك أنا ماسك البرنامج الموجود اللي مقيد بحاجات كثيرة، وممكن يوم الأربعاء بعد الظهر أروح أزور هوم ديل، بعد كده يقعدوا معايا. إذا كان في برنامج تاني ممكن أبونا ويسا يقعد مع نيافة الأنبا تدرس ويمسكوا البرنامج سوا، وأي وقت أنا مستعد أروح ولو في نص الليل. بس إيه اللي أقدر أعمله؟ أرجو تاخدوا الأمور ببساطة، يعني الواحد بيجي مش معقول هيفوت على كل مكان يعني، ومع ذلك بحاول إن أنا أفوت على كل مكان، بس أحياناً الواحد ظروفه ما بتساعدوش. أحياناً الواحد ظروفه ما بتساعدوش. ممكن أبونا ويسا قبل ما ينتهي الاجتماع يخرج مع نيافة الأنبا تدرس ويشوفوا البرنامج كله، وأي دقيقة أنا فاضي فيها مستعدة أديها لستيتن أيلاند. وأرجو إن بلاش سوء الظن، المحبة لا تظن السوء، وخصوصا أبونا ويسا، أبونا ويسا كان بيشتغل معايا وهو علماني شغل خاص تبعي أنا يعني، كانوا ماسكين المطبوعات بتاعتي وأنا أسقف وهم اللي بيتولوها وبيطبعوها وبيوزعوها، وكان لهم صلة خاصة بي، وفي محبة كبيرة. فبلاش سوء الظن أرجوكم، المحبة لا تظن السوء، وما فيش داعي لسوء الظن. اللي هو فيه إيه؟ أنا بيني وبينكم عداوة؟ إذا أنتوا عندكم سوء ظن تظنوا السوء في المرض اللي جاني وعطل. طيب نكمل بقية الحاجات. واحد بيقول هل ممكن أن تدرس مادة كرازة وتبشير في الإكليريكية؟ ممكن، لكن الوضع السليم إن المادة دي تدرس في السنة النهائية، لأن مش معقول واحد هيتعلم مادة الكرازة والتبشير في السنة الأولى، يعني مفروض يعد وياخد المعلومات الدينية كلها وبعدين يمهد لعمل الكرازة والتبشير في السنة الأخيرة. واحدة بتقول نرجو من قداستكم إفادتي أنا الخاطئة، هل يمكن الصلاة بالمزامير أثناء العمل؟ إذ العمل يستمر 8 ساعات وهو عمل يدوي لا يحتاج إلى تفكير، وفي تلك الفترة قد يشرد العقل إلى آخره. ممكن ما دام الصلاة لا تعطل الشغل
ما تعطلوش يعني، ونفس الامانه في العمل هي هي. ممكن ان اثناء العمل يكون الواحد يصلي مزامير وما فيهاش حاجه. نفس في الضيق في الاديره بيعودوهم ان هم بيطبخوا بيصلوا المزامير، وهم بيخبزوا بيصلوا المزامير، وكل عمل بيصلوه بيبقى مخلوق، وكل عمل بيبقى العمل مخلوق بالصلاه. ما دام الامانه للعمل لا تقل. يعني الغلطه انه وقت الشغل اللي انتوا بتاخدوا عليه فلوس تشتغلوه في حاجه تاني في المزامير. فربنا يقول لا، امانتكم العمل تدوه كل وقتكم، لكن اذا كان في وقت فاضي. ما في ناس اثناء العمل بيدردشوا مع بعض ويتكلموا، يبقى دي غلط، ولما يدردش مع ربنا تبقى هي اللي مش مظبوطه. واحد بيقول في انجيل متى في الاصحاح الاول، يوسف لم يعرف مريم حتى ولدت ابنها البكر. في الكتاب اللي انا سايبه لكم، هسيب لكم شويه كتب هنا، من ضمنها كتاب اسمه كومباراتيف ثيولوجي، عارض بطوليه العذراء، وواخد كل الايات اللي بيستخدمها البروتستانت ويرد عليها. كلمه لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر، وكلمه البكر، وكلمه اخوه يسوع، وكل دي يعني ردد عليها. سؤال واحد بيقول ذهبت الى مصر للبحث عن زوجة، وهناك لم توافق الاخت التي رأيتها الا بعد سؤال اب اعترف، هي موافقة مبدئية، ثم فوجئت برفضها لعدم ترحيب الاب الكاهن على الهجرة الى الخارج. هذا الموقف تكرر مرتين. سهل علي الزواج من اجنبية، ولكني افضل انسانة مصرية ارثوذكسية. ارجو ان توجه كلمة اباء الكهنة هناك في مصر. لا، أنا عايز أقول لك حاجة، ليه أنت بتاخد تطرفين؟ إما تروح مصر تتجوز من مصر، إما تتجوز أجنبية. ما في عندك مصريات في أمريكا، وقبطيات ومن نفس الكنيسة، وبنات حلوين وكويسين ومتدينين، يعني لو ما كانش من مصر عايز حاجة مستوردة. ما تتجوز، ما هو دول برضه من مصر، هو يعني بناتنا اللي هنا دول مش بتوع مصر؟ ما هو بتوع مصر برضه. اللي عايزها خام كده تشكلها زي ما انت عايز. يا ابني دور لك على بنت من بنات الكنيسه بس، على الله هم يقبلوك هنا. لكن بيني وبينك يعني، لو البنت كانت اقتنعت بالقوي ما كانتش احتاجت لمشوره. صحيح. سؤال، ناس من كنيسة العذراء مريم والقديس بخونس في الأب ستيت نيويورك، منذ البداية ونحن ندرس تلاميذ مدارس الأحد تبعا للمقرر المكتوب ومطبوع في كنيسة تورونتو في كندا، هل ممكن أن نخلط بين المواضيع التي تدرس لمرحلة معينة وأخرى، مثل الأطفال باحتياج لتعلم قانون الإيمان من سن 10 ل 12، ولكن هذا الجزء كتب لسن 14؟ عايز اقول ملاحظة على سن 10 و12 و14. هناك فرق بين برنامج الحفظ وبرنامج العقيدة. يعني الولد جايز بيحفظ ابانا الذي هو مش فاهمه، لكن هيجي وقت عليه يفهم. ما نتركش احنا سن الحفظ فاضي ونيجي نعلمها له لما يجي يفهم. ده في ناس كبار برضو لغاية دلوقتي ما دخلوش الى اعماق ابانا الذي. برضو قانون الإيمان يحفظه هو صغير، مش بس 10 و 12، ده أنت تحفظه له من سن 6 و7 ممكن، وبعدين يبقى يفهمه ويتشرح ليه لما يكبر. هل كل الألحان اللي احنا بنرددها في الكنيسة بنكون فاهمين كل ما فيها لكن يحفظوها في سن الحفظ؟ الأولاد دول اللي بكل يعني اتقان قالوا لحن إفلوجومينوس وهو لحن كبير. انا استغربت لما قلت العيال
هيقولوا أوبليجومينوس. هل هم فاهمين معناه؟ مش فاهمين، لكن بيتذوقوا الموسيقى وبيحفظوه ويفهموه بعدين. فمش ضروري إن احنا ننتظر لما كل الناس يفهموا وبعدين نحفظهم. في سن للحفظ، السن الصغيرة دي الولد في طفولته ذاكرة بيضاء بكر ما فيش فيها حاجة، ممكن يحفظ كل حاجة. على رأي واحد قال إن الطفل بيحفظ قاموس ديكشنري يعني في الأربع سنوات الأولى، بيتولد ما يعرفش حاجة ويقول كل الكلام اللي في الاستعمال اليومي في اللغة على الأقل. نعم؟ بس دي للمدرسين مش لل For Sunday schools, it is very useful for the child to study many things in the very beginning of his life, because his memory can keep lot of knowledge before the age of studies in schools and all the social matters which may occupy his mind. We can let the boy memorize many things in his early childhood, and then he may understand these things afterwards. We may explain these things afterwards. He may learn by heart, for example, our Father who art in heaven. He may not know the meaning. He may learn many hymns while he doesn't know the meaning. But when he reaches the age of understanding such matters, they will be explained for him. احنا ما نضيعش الوقت بتاع الحفظ ونعلم العيال كل حاجة يتشرح لهم بعدين. نفرق بين سن الحفظ وسن الشرح. واحد بيقول ما رأي قداستكم في بيع الطعام بقاعات الكنيسة؟ إذا كانت الكنيسة هتقدم لكم أكل خدمة، إن ما اديتها لكوش في القاعة تديها لكم فين؟ يعني تسيبكم كل واحد يروح في الشارع يدور على أكل، أو يروح البيت والكنيسة خرجت متأخرة، الست مش لاحقة تحضر أكل، بتعمل فيكم معروف وتديكم الأكل. برضو تزعلوا وتقولوا في قاعات الكنيسة؟ ما دام مش مكان صلاة، خلاص تعملوا فيه زي ما انتوا عايزين. مش مكان صلاة، البيزمنت بتاع الكنيسة فيها ايه؟ الا لو كنتوا عايزين الاكل يقدم لكم من غير ثمن، دي حاجة تانية. يعني العيب في تقديم الاكل ولا العيب في البيع؟ العيب في الثمن. خلاص انا اجيبه. برضه ما نكلفش الكنيسة في حاجات زي دي، ومع ذلك اللي ما عندوش فكة ممكن ياخد يعني تحت الحساب. واحد بيقول ما رأي قداستك في قضية طلاق مطروحة الآن أمام المحاكم والكنيسة واقفة مكتفة الأيدي أمامها؟ عايز الكنيسة تعمل إيه؟ ساعات ناس ما بيلجأوش للكنيسة غير بعد ما الحكاية تبقى هوبليس، بعد ما تنتهي على الآخر. أصبحت المرأة تكره الراجل على الآخر والراجل يكرهها على الآخر، ومفيش يربطهم من علاقة غير خير زي خيوط العنكبوت، بدليل إنهم راحوا المحاكم. ومع ذلك نحن لا نيأس من شيء. كتير بكلم الآباء الكهنة يقولوا رحنا وقابلنا الست عدة مرات ولم تستجب، وقابلنا الراجل عدة مرات ولم يستجب، وكل واحد فيهم معاند على الآخر ولا يستجيب، أو حصلت بينهم حاجات قطعت المحبة في فصول معينة. ساعات توصل لدرجة محدش بيحتملها، بعد كده يقول مش قادر أعيش. لكن برضو نحن لا نيأس من شيء، وأرجو من الآباء الكهنة حتى في القضايا الموجودة في المحاكم يجروا وراها يوم بيوم،
لان في ناس بيقولوا القضيه في المحكمه بتاخد اذا كان انفصل عن بعض 18 شهر ولا حاجه ممكن يحكم. ف 18 شهر مده طويله ممكن تروحوا وتشوفوا ايه اللي تقدروا تعملوه وانقذوا اي الاسره بقدر الامكان. واحد بيقول يؤسفنا ان بعض الاخوه اللي بيجوا الكنيسه يبقى الصبح ارثوذكسي ومساء بروتستانتي، يعني يحضر القداس الصبح ويحضر اجتماعات الوعظ عند البروتستانت مع الدكتور. احب ان الكنيسه تبقى خليه نشاط، ما تكونش يوم الحد فقط. ناس كتير جدا من الاسئله اللي بتيجيني بينتقدوا ان الكنيسه بتبقى يوم الحد فقط، على الاقل بعض الكنائس يعني، وبقيه الاسبوع مفيش. ده يمكن الكنيسه اللي انتوا بتاجروها ما بتدكوش غير شويه ساعات يوم الحد بس، لكن اذا كانت الكنيسه ملككم وعندكم كل وقت وتقدروا تعملوا انشطه واجتماعات، ليه ما بتعملوش؟ كل امكانيه بيديها لكم ربنا قصاد الامكانيه مسؤوليه. فربنا اداك كنيسه ملكك قصادها مسؤوليه انك تستخدم المكان ليل ونهار وكل الايام من اجل مجد ربنا. يقول لك ساعات الاباء الكهنه مشغولين. طيب ليه الشباب بنفسه ما بيجتمعش؟ واحنا شباب ما كناش بناخد معونه من الاباء الكهنه ابدا. كان في عندنا يوم في الاسبوع اجتماع شباب، ويوم في الاسبوع اجتماع شباب، وفي ايام لاجتماعات القدام، وفي ايام للانشطه، وايام لاجتماعات الصلاه، وحاجات كتيره، والكهنه ما كانوش بيخشوا فيه من تلقاء نفسنا. ولما ابتدينا في الخدمه في مدارس الاحد ما كناش بناخد معونه من الكنيسه بصراحه. ده بالعكس، في بعض كنائس كانوا بيضايقوا بتوع مدارس الاحد، ومع ذلك بمجهودنا الشخصي وبنعمه ربنا كنا بنشتغل. ليه الخادمات اللي فيكم ما يعملوش اجتماعات للأولاد؟ ليه الخدام اللي فيكم ما يعملوش اجتماعات؟ ليه ما توجدوش أنشطة تفكروا في إيه الأنشطة اللي تتعمل؟ وتستغلوا الكنيسة وتستغلوا المبنى بتاعها. إحنا هنفكر لكم معونة ربنا، وبرضه هنعمل اجتماع لخدمة الشباب في المهجر، ولخدمة الأطفال في المهجر، ولخدمة العائلات في المهجر. الثلاث حاجات دول هيكونوا موضع اهتمام كبير، وأيضا خدمة الآباء الكهنة في المهجر برضو دي تكون موضع اهتمام، وتوحيد الجو وتناسق العمل بين الكنائس إلى آخر. برضو واحد بيقول أنشطة الشباب هنا مهملة جدا، نرجو التنبيه إلى آخر. يمكن نقصد مهملة جدا حسب المقياس الكبير اللي هو عايزه، يعني يكون في خدمة موجودة.